رأيك إنه فايلر يعتمد على اللعيبة الأساسيين في الفرقة، ولا لأ ممكن الفترة اللي جاية نشوف وجوه جديدة، ممكن يعتمد على الناشئين في المباراة اللي جاية؟ معادلة صعبة جدا. لازم فايلر يشتغل على مدار الشهر اللي جاي بمنتهى الاحترافية، وده موضوع احنا متأكدين منه. ولكن المعادلة في ايه يا كابتن هاني؟ ان انا في خلال الفترة الجاية دي كلها اللي انا هستعد فيها، المفروض ان انا لو عندي حد صغير عايز اجربه فوق من الناشئين، ده الوقت اللي انا اديله فيه بعد ما احسم الدوري. لو عندي حد بفكر يمشي، لا هقعده. طب محتاج ان انا اتاكد الفتره الجايه اما اديله، فاكيد هيدي ناس يشوفها، يعني تحضير للسيزون اللي جاي او اللعيبه اللي عايزها ممكن تكون موجوده او لا. وفي نفس الوقت بس الناس يقولوا فاكره برضو ان هو ايه حسم الدوري فخلاص اللعبه دي هتريح خلاص بقى، يعني احنا حسمنا ده، طب وهيعملوا ايه في الشهر؟ احنا لسه والمعادله الثالثه ازاي ان اللعيبه دي هتوصل انها تحافظ على المستوى البدني بتاعها، لا تبقى مستهلكه من كتر اللعب، وفي نفس الوقت ما تستريحش وبقى وندي بقى اللي بقول لك عليه ده والباقي واللي هيلعب بعد كده الماتشات الرسميه مش مهم. فهي معادله لازم هيعملها. عمليه انت بتتكلم على نوع من انواع ان انت بتدي فرص للناشئين، ودي كمان ليها معادله خاصه امتى دخل الناشئين وامتى لا. وكمان الناس ما تنساش ان كمان عمليه التحضير لمباراه الوداد، ما هو اللعيبه برده محتاجه نوع من انواع التجانس شويه مع بعض، في خط لازم يلعب مع بعض شويه. العمليه دي الروتيشن الموجود دوت عايز فعلا خبره معينه. مش معنى ان احنا خدنا الدوري ان خلاص الفرقه تريح. والاهم من كده يا كابتن هاني ان انا لازم اعالج الاخطاء. طبعا. ليه؟ دي نمره واحد، ان انا ما امشيش ورا الدوري اللي انا كسبته والاحتفالات وكده. احنا اتفقنا خلاص النادي الاهلي انتهى الموضوع، النادي الاهلي خدنا البطوله، الصفحه اتقفلت، الموضوع والصفحه اتقفلت، وعندنا عندنا الاهم. ليه؟ لان احنا عندنا بطوله من 2013 اخر مره ما جبناها في 2012 2013 2013 2020 7 سنين على النادي الاهلي. كتير ان البطوله، فطبعا الجمهور هيبقى متعطش واللعيبه متعطشه ومجلس الاداره والجهاز وكل الناس عايزه تعمل لنفسها حاجات كويسه. وفعلا بطوله افريقيا بعيده عن النادي الاهلي 7 سنين كتير. فانا ابدا على طول معالجه الاخطاء. ايه الاخطاء؟ الاخطاء اللي ابتدت تظهر الفتره الاخرانيه، اللي انا مثلا من وجهه نظري اول حاجه لازم انا اركز فيها ازاي ارجع الدنيا في نص الملعب تبقى مقفوله، محدش يجي عليها كتير. ليه؟ لان الدنيا ما هتبص هتلاقي في نص الملعب ابتدت تهدى شويه، هتبص هتلاقي عليك هجوم، هتلاقي اتنين وتلاته من الفرقه التانيه جولك، هتبص هتلاقي في مساحات باينه من العمق، هتلاقي في كور بتترمي في العمق. يعني انت رايك وسط الملعب عليك. المدافع هو طبعاً. عليه عامل انت شايف ان في ديفو في الحته دي؟ الناس متخيله ان هو ممكن يكون استردباكات. ما فاهم، خلي بالك الناس ومعظم اللي اتكلم ممكن فاكر المشكله في السردباكات، لا هي ممكن تكون السردباكات كانت يعني ما بيجيلهاش حاجه كتير، كانوا بيبقوا مستريحين اكتر من كده بكتير. ولكن نص الملعب على فكره، ونص الملعب انا هنا ما بقاش اقصد على فكره لعيبه معينه عشان ما تفتكرش ان انا قصدي الارتكاز، بس بتكلم على نص الملعب من ازاي في الناحيه الدفاعيه كل واحد بيفقد الكوره بيرجع بيبقى موجود في نص الملعب، ازاي ان انت تبقى قافل نص الملعب دوت ماسكه من اليمين ومن الشمال ومن النص وي فالدنيا اما هتريح في الخط اللي قدام فهتبتدي تبص هتلاقي زيادات، اما هتلاقي زيادات هتبص هتلاقي في سرعات بتترمي ما بين السردباكين، ما بين السردباك والباك سواء باك يمين او باك شمال، فهتبتدي تظهر الفرص على النادي الاهلي، تبتدي تظهر انفرادات، هتبص هتلاقي يعني انا اقول لك على حاجه، يعني مثلا كان غريب جدا في مباراه مصر المقصه ان مصر المقصه بيلعب 10 ويروح على الجول وبيوصل كتير وبيوصل بفرص خطر وفي مساحات، فلازم اعالج على طول الكلام دوت. وهو ده كويس على فكره طول عمره عندنا في النادي كده، لا انت كسبنا او كل حاجه والثلاثه بونت مهمين وحسمنا، الاهم من كده ما دام انا داخل على البطوله الاهم والبطوله اللي عايزها والبطوله اللي هتوصلني كاس عالم الانديه والكلام ده كله، يبقى انا اعالج ايه؟ يبقى انا لازم ما اكدبش، يعني انا شايف حاجات معينه بتحصل ما كانتش بتحصل خالص. فعلا الاول خالص قبل الكورونا وفي الدنيا كانت ماشيه كنتش ممكن في ماتشات ما كنت تلاقيش هجمه بتيجي على النادي الاهلي. ده حقيقي. الناس بتلعب مستريح. انت